بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت ضفنا الديبندنس بتاعتنا وقومنا البروجكت بتاعنا، واخر حاجة وقفنا عندها انه كان ضارب اكسبشن عشان الكونفيجريشن الخاصة بالايه؟ بالسيكوال سيرفر. طبعا انت واحد دلوقتي مسطب بالسيكوال سيرفر وعندك، تمام؟ ما فيهاش اي مشكلة، تمام. حكى لي الداتابيز اسمها فريند ايه داش فايندر. دي داتابيز بتاعتنا، وهسيبها دلوقتي مش هعمل بيها حاجه. حلو، هنروح في الفايل او في الفولدر اللي اسمه فايلز، اللي انا حطيته لك لما قلت لك المره اللي فاتت حطيته لك. هخش على حاجه اسمها سيكوال سيرفر، هخش على حاجه اسمها كونفيجريشن، تمام. هخش على حاجه اسمها ايه؟ كونفيجريشن. في كونفيجريشن هتلاقي هنا دي الكونفيجريشن اللي انت محتاجها عشان تقدر تكونكت على السيكوال سيرفر. عندك حاجه اسمها درايفر كلاس نيم، عندك الداتابيز يو ار ال، ده الكلاس الخاص بالسيكوال سيرفر، ده اليو ار ال اللي هتكونكت بيه على الداتابيز، ده اليوزر نيم، ده الباسورد. هنشوف الهايبرنيت دلوقتي، وهنشوف الدايلكت والهايبرنيت دي دي ال اوتو، ده كله هنشوفوه دلوقتي، وهنشرح برضو عشان لو حد ناسي. ده الدرايفر اللي من خلاله بتقدر تكونكت على الداتابيز بتاعتك عادي خالص. ده اليو ار ال، ده الايه؟ الرابط اللي من خلاله هتكتب الداتابيز نيم، عشان هنا المفروض تكون فريند داش فايندر. ده اللي ايه؟ عشان تكونكت الداتابيز بتاعتك عن طريق الرابط ده وتديله الداتابيز نيم. ده اليوزر نيم، ده الباسورد، ده الهايبرنيت دي دي ال اوتو، ده اللي كان خاص ان انا اول ما اعمل ران للبروجكت واول من الابلكيشن بتاعي يروح في المودلز بتاعتي يشوف الانوتيشن اللي اسمها اد انتيتي ويبدا ايه؟ يكريتها. طبعا كان عندنا كرييت وعندنا ابديت وعندنا اوتو كرييت، هنشوفهم برضو مع بعض. والدايلكت ده بيحدد لك ايه التايب بتاعت الداتابيز اللي انت شغال عليها. انا شغال على السيكوال سيرفر، لو شغال على الارجل على الاوراكل هتحط اوراكل، وهكذا. كل واحده ليها دايلكت خاصه بيها، ده بيحدد التايب انستنس من الداتابيز او من نوع الداتابيز اللي انت شغال منها. فبكل بساطه انا هروح اعمل حاجه بسيطه جدا ديت، انا عاوز احولهم عندي في ملف اليامل عن طريق اتريبيوت. فانا هروح كده افتح الريسورسز وافتح الايه؟ اليامل كونفيجريشن. هعمل كده حاجتين بسيط كده ظريفين بالمنظر ده. طبعا عشان تعمل كومنت بتحط شباك وكومنت، يعني الشباك ده زي الكومنت لو انت عامل كومنت في الايه؟ في الجافا كود. عملت شباك كانك عملت كومنت، واكتب اللي انت عاوزه. انا عملت اللاين ده وعملت شباك برضو كومنت وعملت المنظر ده، مجرد بس منظر. احط هنا كونفيجريشن، تبقى دي الكونفيجريشن الخاصه بالسبرينج داتابيز، ودي الخاصه بايه؟ بالجي بي اي هايبرنيت. طبعا بعمل ده عشان لما حد يخش يقرا الفايل يفهم الدنيا ماشيه ازاي، تمام. اول حاجه انا هنظم الدنيا بتاعتي زي ما انا عاوز، بمعنى بكل بساطه انا هحط بيرنت اسمه داتا سورس، داتا ايه؟ سورس. فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة، نقطتين فوق بعض. جوه الداتا سورس هحط الكونفيجريشن الخاصة بيا. اه، فهروح هنا هقول له درايفر كلاس اهو، واقول له بعديها، بس نعملها كده على طول عشان بس ننجز. هقول له بعديها الداتا بيز يو ار ال، او خلينا ناخدهم كلهم كده مره واحده اهو بالشكل ده، واعمل ايه؟ نقطتين. في مشكله؟ ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. كده انا عندي ايه؟ عندي بيرنت اسمه ده سورس، جواه مجموعه كونفيجريشن، الدرايفر كلاس نيم، والداتابيز يو ار ال، والداتابيز يوزر، والداتابيز باسورد. هل في حاجه ممكن نحطها؟
ممكن نخلي البلاتفورم اللي هي تعتبر هي الدايلكت، ممكن نحط حاجه اسمها بلاتفورم، هي تعتبر هي الايه الدايلكت، تعتبر هي ايه الدايلكت. لو رحنا كده هنقفل دي خلاص مش عاوزينها، دي بندنس مش عاوزينها، تمام. هاخد دي اهي هعتبرها في البلاتفورم برضه. دي الكونفيجريشن الخاصه بالداتا سورس بتاعتي بالسبرينج داتا بيز، دي الكونفيجريشن الخاصه بالداتا بيز بتاعتي. نيجي على الكونفيجريشن الخاصه بالهايبرنيت. الكونفيجريشن الخاصه بالهايبرنيت خلينا نبدا بالاثنين دول، هقول له هنا والله هحطهم تحت بيرنت اسمه جي بي اي، تمام. هقول له جي بي اي، الجي بي اي ممكن احط حاجه من عندي اسمها شو سيكوال داش سيكوال، وديت خاصه انها تبين لك السيكوال عندك في الرن تحت في الكوماند، ما تقلقوش ده كله هنشوفه مع بعض وهنعيده تاني ما تقلقش. بس خلي بالك ان الحاجات دي اصلا المفروض انت مذاكرها في السبرينج، انت واحد داخل تعمل بروجكت في الحاجات دي صدقني انت المفروض قابلتها وانت بتذاكر السبرينج معايا، ده المفروض. الشو سيكوال معناها ان انا لو حصل كرييت لتيبل عندي عن طريق السبرينج داتا جي بي اي، لو انا كريت موديل عندي، كريت موديل عندي وحطيت انتيتي، يجيب لك جمله الجمله اللي اتكريت بيها التيبل ده، او لو عندك سيلكت او ديليت او اي جمله سيكوال يعرضها لك في الايه في الكونسول تحت في الران هنا، تمام. فانا هخلي دي ايه، فانا هخلي دي ترو، اعرضها لي عادي خالص، حلو قوي. هحط هايبر نت، تمام، وده الهايبر نت هقول له هايبرنيت تي دي ال اوتو اهو، وهايبرنيت دايلكت اللي هو الدايلكت اللي هو نوع داتا بيز. طبعا هايبرنيت دي دي ال اوتو قلنا فيها كرييت وابديت هنعرفها دلوقتي او في الفيديو الجاي ان شاء الله. وهنا هنبدا ايه، وهنا هنبدا نقول له جوه الهايبرنيت ممكن نضيف حاجه اسمها جنريت دي دي ال ترو، تمام، عشان يقدر يجنريت الدي دي ال بتاعي، هنشوفه برضه فيما بعد. دلوقتي احنا كريتنا او حطينا في ملف اليامل بتاعنا كل الكونفيجريشن اللي احنا محتاجينها عشان نبدا نهندل الدنيا بتاعتنا. هل في صعوبه في اللي احنا قلناه؟ اللي احنا قلناه ده ما فيش اي مشكله، كونفيجريشن وحولتها من عندي من فايل حطيتها في اليامل بالطريقه اللي احنا عارفينها كده، عندنا كل حاجه خاصه بالداتابيز واي حاجه احنا محتاجينها بالهايبرنيت. واحنا ماشيين لو قابلنا حاجه هنضيفها في الكونفيجريشن الخاصه بالهايبرنيت، لو قابلنا حاجه بالداتابيز ايه هنحطها في الكونفيجريشن الخاصه بالداتابيز. عظيم جدا، عظيم جدا. هروح اقول له جيت اد اول، اقول له جيت كوميت داش ام، هقول له ات كونفيجريشن داتابيز ومين اند جي بي اي، تمام اهو، واقول له جيت بوش. جميل، جميل جدا. هروح هناك ريلود، تمام، مفيش اي مشكله، و10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.